السلام عليكم جدًا رجعنا لكم مرة أخرى في Let's Play Minecraft Part 7 صحيح ذكرت عاد مش ننسى عاد مرة تيز ده تولي فاشك نحن برك خنق شوي بالصوت تعالى ويني مستر ميوزك حتى لا تقلق الأغنية كما تفهمنا مرة فات مش لوجو على الدايموند حفرت أنا كل كيف صغير كي حفرته في الدار هوريكم البلاصه كيف زينتها وعملت لها فهمت انش بنت دخلت لنا ساعه سوبر نمشي هناك الساعه الهويش بل وما ادري كان هوريكم البلاصه كيف زينتها وجدتها انا في المحل ما يخرج حد نقول له ماك يس الحس الجيش برش ما تشوفوا كثرت فيهم وعملت لهم عفسه بها حتى لما كان واحد على التورش هذيك واحده قرعه وطرش اوه يس الحس برجله كسر الراس نحاس حتى لم تعطوري شيء ذيك يا اخي استنى تضحك معني حتى انا ميجا اوكي نعطي شوي اللي عليه ليش كملوها ما اقدم شيء هاي صاي كملناها سوي كان نخرج اوه يس الحس عنده بيني كل اب اب خلناها ناخذ شوي العظام بالوقت كنا تخرج زي عادة كل نهار نخسر كعبة كلنا نبعث لهم يعملوا يس الحس حاضرين بتشوفوا البلاصة انتم حاضرين قولوا لي كحاضرين قولوا لي انا حتفطرش دوي شوي خاطر سمعت لي سبون يسبوني ولا هنا واحد يدخن بعض في المكسيموم هكا سافا نرجع كنت لا ما بدا تكون حاجة كبيرة كي مزيان واحد نحن ندخلوا واحد اثنين ثلاثة لا 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 المهم عملت كيف اللوت حابين نكملوا تنكملوا بخط ربي كله هكايا نكملوا اللوت الاخر هكايا نبدل البروج بايش اللي داخل ما عجبنيش بس خلنا نقص شوي مشيت غير لو جو على الدايموند حديت اللوت شوي وحدات لو شوي على الدايموند مش نعمل بيه الدايموند مش نعمل بيه ما حكينا بيه 5,000,000 مرة مش نعمل بالدايموند شيل لوجو على الدايموند صابت ان لوتا هكا فاز مزيان يدي تعرف برشا مشاكل الوقت اللي انا قاعد نحفر فيه المهم يهكر بعدنا شوية على الخراويط الاخرين استنى ما نهزمش طبعا عندنا فايدة حاس تعرف برشا مشاكل كي هبطت لهنا لقيت كيف كلي استنى ممكن نقاوها هكا لهنا ما نقاوش استناها لهنا كيف كلي طبعا انت كيف ظهرلك بس ما تجيش فيها المهم فما كيف كل يا عود انها حد كان القاش ها لافا وكيف كان امريكا تذكروا المهم لو كان انا مش حي شوي بس تشيس لهنا وفور وكابتن تيبل بيني ما حطيتش لوحدين قال صدق بيحتاج نعم نبدا نحفر من هنا هكا اول ما نلقى ولا من هكا زادا نحفر بالقدي 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 واول ما نلقى دايموند نرجع لقينا الدايموند لقينا الدايموند شوفوا شوفوا انا بديت نحفر ما حفرتش برشا راه تسمى راه تطلع حفرت اول ما غاديك لقيت برشا قعدت لوج على ستون وكل شيء كول وكل شيء ولقيت الدايموند اول دايموند هاي كان مكسره ولا صح شوفوا اللي وراه طلع تحته يا اكيد وراه 4 دايموند مش وقتك نمشي بيس نجيبو نجيبو شو اسمه قول معا نجيبو برشا بيكاكس كيسا شنو ولا ولا سامحوني على لاك خاطر لازم نزرب دايما معلم اول دايما زيتين نلقاها في الواحد نتاعنا راح نصور خاطر ديجا لقيت 7 لقيت 13 ماركات هي بكا كيف لقيت كعبتين ما راش قدر لقيت هي الحاصل 5 6 ايش يا ابن هالسوري اوه مش وقتك هكا هكا برنز ورح نجي كلنا مش مخاسر خاسرين حد شيء ولقينا الدايموند او الدايموند شو كمان مزيانه فاست اللوحة اللي يكبر الكومنتير كم مزيانة هارا نحط بيش عنوش نعم في كاكس متاعنا امشي 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 تويكا مش فرحان معلم مش فرحان
فاهم. اوه سوري قلقتني زي ياسر فاهم. مشكلة انا ما نحبش نخدم بسوريت على البي سي خاطر مش ما نقلقكم مش ما انت بالحس ولا حاجة هيك. ويت كم من جهة اللابة يعجبكش يعجبكش ليك ما لا ايه بدنا ما تعرفش اللابة ما حاجة يا ما ويني اللابة اش بيها شعل تلهني نورمال زعما تشعل ايش نفع مش ناخذ الدايموند زمتي عنا ايه عنا الدايموند زيد نحفر ورا كنا قرب ثلاثة دويت ثلاثة كان جي عندي حاجة سريكتات عشان انا ناخذ 17 كعبة نورمال ما تقلقش أربعة 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 يجي يكون زيادة أوه خمسة 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 نفسي أوه بريش ده جو سبعة دايما دي ما رفض دايما زرت لقى كعبة وراء كوني كعبة دوري دايما أوه جو تكون أول كعبة دايما تجي تحطها تويكة في صندوق فوق الدار في ساعة سكتوا هذي قيل دايموند قيل دايموند قيل دايموند جو تحل لنا 5000 باب تو اسمع في صوات مش نورمال شبك محلش على كيف يا اخي نرجع هنا لبنا نرجع لحد الجنة نطلع فيسع نعمل عفسة ما هيك مش زي ياسر داك يجري 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 انا نجمش نجري بالتوالي قد كنا نطلع هيك تلاقي ارى بلد يجري يجري وين ما عنديش تشيست ما عنديش تشيست برامي يوريك مثبت نعرف رايني اعور وشوف فيها مقبل تشيست 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 هذا برك تشيست ما فماش تشيست تشيست بين عمي تشيست يا عادو متأكد لي عندي 5000 تشيست هاي برا بركة موكا كرافتنج تيبل نعمل تشيست نعملو هكا شيست ولي ايش نحطها فوق الدار كعب الدايموند الاولى اللي لقيناه ما هي منهم زعما الاول واحدة منهم المهم هكا يمشي يمشي هادي هاطلع فيها هاطلع تلقى فوق هذا جا كنت تحققها بالعينها حطو كعبة الدايموند زين نحطها مقبل الغادي خير هك كعبة الدايموند الأولى طب عملها فوزة كي عفسة هك عملها نجيبش خلي نحط فوق كل شيء حاجة ولقينا أول كعبة دايموند عملها كدارة كي صغير اوه حلو بلس الدايموند زيد ركحها في الاوبلين خمسة طلع من بعيد لا 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 كريسماس كريسماس كريس بس 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 ما عرفش كيفاش طلعنا شو بهي ذيك لقيناها اول دايموند نمشي عاود نهبط نحفر شوية اخر لقينا دايموند ونرجع باش تكون حلقة مش طويلة برشا راهو دونك مش نهبطو اوخ زرف الدجاج هذيك مخرجها تويك باهيش كنا يعني بطبيعة زرعت شوية عملت شوية مش من حقه كيف انت يعني مش بني خارج مني زرعت شوية جر هذي عفس حلوة طعب البهل زرعت شوية جر غديك نمشي في سعنا هبطل كيف تيان ماي كيف وحلوة حلوة الفاز قبل لي قولوا لي عليها كان مزينة ولا فاز ذيك نكملها كلها لوطة نزينة خلاص كل حاس كبنا نحفروا نحفر الأمني ولا أفرين كانت تحب ورا على فكرة فما برشا جميعا معناتها بعثوا لي عملوا لي جود جوب وكل شيء نحب نشكركم معناتها خوكم يعطيكم الصحة وراني نتفرج في فيديوهاتكم زادا وباهين ومش خايبين و خلينا نكملو كيف اكتبوا لي كومنتات يا اخوان نزيدو نحفرو نحب نحفرو معاكم خير خاطر الحلقة مش تكون طويلة برشا ابيزود
نحصله. عاد بنقي نحو وجه اخر. ستون دي من هزو كفاضيات دي بغاح دارت ستون زي التوقاراتور. بغاح دارت ستون زي التوقاراتوش. بغاح دارت ستون دي ما تلقى. تعرف سيرت. دي دايموند صح. نسيتو اسمه. دي هكا. كنا نحفر. الظرفة باش طول دوتو من نلقى حاجة نرجع لكم بالوقت. بون ليت لقيت حد شيء توي كنت نزيد نحفر اونلي ني فهمتني ولا نكمل نحفر اونلي اوف ليني باش نلقى بازيت اخرين خاطر توك تاكل برشا وقت وانا ما عادش بكري عليا عندي ماشي فهم باش نكمل نحفر اوف ليني ان شاء الله ونرجع لكم مرة جاية باش نعملو باش نعملو مرة جاية تنزيد نخمش باش نعملو مرة جاية وكجور هنا لحظة نكمل ناخذ الوحده دي ونطلع وكا ونقولكم ان شاء الله نقابل في الابيزود الجاي هاي تجا في كاكس خفيت كسرت وقتها مو هي كل مره تجي في لقايت هذي تكسر عندي ديجا واحده اخرى اعملها بالحاس نقولكم لاني وفيت الابيزود صنع اخر الابيزود شاركت تاكد تعجبكم الابيزود خلي لي لايك شير سبسكرايب والسلام عليكم وكا وان شاء الله نرجع لكم في مجال المثل ان شاء الله نرجعكم في الابيزود الجاي معايا برشا دايموند وكل شيء في الفيديو ونعمل مشاريع كثيره فهمت مشاريع الدوله هكا نقول لكم السلام عليكم.